الاكله دي يا جماعه مكانها جوه قلبي. عايزه اقول لكم لو طول اعملها كل يوم مش هزهق منها ابدا. هعملها، بعملها حادق وحلو. هي ايه؟ الفطير الشرقي. هتقولوا لي ايه ده يا فيفا، ايه الغلبه دي، فطير شرقي وكل يوم؟ ما انا هقول لكم على حاجه، الحاجه اللي احبها ابسطها لنفسي من غير لالت ولا عجن. هعمل النهارده احلى فطير شرقي حادق وكمان حلو. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يا سلام بقى على فطيره شرقي بالسجق، مفيش بعد كده ولا احلى من كده. هجيب بقى عندي هنا السجق وطاسه سخنه جدا واقطع فيها السجق. تعالوا بينا بقى، هنا الطاسه بتاعتي سخنت. اسهل حاجه قطعي السجق كده بالمقص بتاع المطبخ اهو. طاسه سخنه من غير اي حاجه، من غير اي حاجه. عايزه اقول لكم المقص ما يخليش الحشوه تطلع معايا، السكينه ممكن بيسندتها عليه فيقسمها لي نصين ويطلع لي الحشوه من قلب ايه الهانك بتاع السجق، لكن كده تنزل الواحده وحدتها تتشمع على النار. بصوا بقى ما نزلش اي حاجه واخد التشميعه التمام، ونزل كمان الدهون بتاعته الخطيره. اديله تقليبتين، انا عايزاه مستوي طبعا. بعد بقى ما سويت السجق من غير ما نقطة الدهون، عندي هنا فلفل الوان متقطع رفيع، ممكن طبعا استخدم فلفل رومي بس. انزله على كل اللي عندي واقلب تقليبه حلوه. الروايح هنا رهيبه. عندي ايه بقى كمان؟ طماطم مقطعاها وشايله الميه بتاعتها، البذر بتاعها، هنزلها في كل ده برضو واقلب. طبعا طبعا يعني بعمل فطير شرقي، يعني شويه فلفل حار مش هتشطين واقلب. عندي بقى شويه بقدونس حلوين كده، اروح حطهم عندي هنا كمان ومقلبه اخر حاجه. بصوا انا عندي هنا زيتون اسود بس مش هحطه دلوقتي، مش على النار علشان ما يحدقليش ايه الخلطه. امال هعمل ايه؟ هروح طافيه النار وبعدين حط عندي هنا الزيتون. طبعا زيتون اسود زيتون اخضر اللي عندي. بصوا يا جماعه من قد ايه كنت عامله سجق كميه قليله قوي، بصوا بقت الحشوه عندي عامله ازاي، كميه كبيره ريحتها خطيره. بصوا انا عندي كان السجق كميه قليله ازاي، بكل بقى الحاجات اللي انا حطيتها عليه بقت حشوه كبيره، كميه حلوه جدا. تعملي بدل الصينيه واحده واتنين. الحشوه بقى هنسيبها تبرد. الحشوه وعرفناها بالسجق والتحبيشه دي كلها. الفطير بقى الشرقي هنعمله ازاي؟ بص الصحبة دي بالجلاش. طب ازاي هنحول الجلاش ده لفطير؟ بصوا بقى اهم خطوة بقى هعملها هي خلطة هتحول لي الجلاش ده لايه؟ لفطير شرقي. الخلطة دي بقى بتاعتي عبارة عن ايه؟ عن زبادي، ماشي؟ طيب هحط عليه ايه؟ سمنة حلوة كده، وكمان شوية زيت اهو، واقلب سمنة وزيت، وبعدين بقى هقلبهم كويس جدا جدا. وعندي هنا فرشة هبدأ بقى اشتغل ورصص الجلاش بتاعي واحوله من جلاش لأحلى فطير شرقي. احلى تسوية للفطير الشرقي في الصواني الالمونيوم دي، عارفين صواني بتاعت البسبوسة؟ هي دي اللي انا عايزاها. اول حاجة هعملها انا هاخد من الخليط ده وادهن بيه الصينية الاول عندي. زبادي سمنة زيت، اتفقنا؟ اتفقنا. وبعدين هجيب عندي هنا بقى الجلاش. بصوا هعمل ايه؟ هعمل كده، هحطه في الصينية كده، ورقتين ورقتين، واخدين بالكو اهي، قفلوا قدام بعض. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ الخليط تاني بتاعي واغلف بيه كويس قوي. الخليط ده يا جماعة هو فيه السر كله اللي هيخلي عندي الجلاش ده محدش يصدق ان ده انت عامله فطير شرقي من غير عجن. اخد ورقتين كمان، كل اللي هحطه
هنا اتنين واتنين واتنين كمان واتنين بس كده، يعني كل طبقة فيها قد ايه؟ 8. حلاوة الفطير الشرقي ما بيكونش فيه العجين كتير، بنحس كده بالحشو اكتر. وغطي حلو، تعالوا نحط قدامها برضو ايه؟ 2. وعلى فكرة برضو بتبقى خفيفة بالخلطة دي اهي. عايز اقول لكم الحشوة تتاكل لوحدها سندوتشات. انا هحط بقى الحشوة عندي، خلوا بالكم انا ما حطيتش ملح ولا فلفل اسود، ماشي؟ انا لقيتها متملحة، دقتها لقيتها طعمها حلو جدا. السجق عندي هنا متبل حلو، لكن طبعا انتوا دوقوا حشوتكم وشوفوا محتاجة ايه. يا سلام بقى على رشة جبنة موتزاريلا متينة على الحشوة دي. هعمل ايه بقى؟ اللي انا مطلعاه بره ده هدخله جوه كده، واخدين بالكم؟ وبرده ما بين كل ايه دخلة كده ليه الحاجة اللي انا حطها بره، الجلاش اللي انا فرداه بره، ادهن ايه الخليط اللي عندي ده، واجيب دي كمان عندي كده. بصوا بقى اقفل ازاي، ادخل عندي هنا بقى الجلاش واديله مسحة، مسحة من الخليط الرهيب اللي احنا عاملينه ده اهو، كله كده ندخل كده وندي كمان مسحة. بعد بقى ما اقفل كله اروح حاطة كمان 2. بصوا بعمل ايه، بنزلها بقى ايه تحت كده علشان تقفل لي الفطيرة تماما. تمام كده، تمام كده. اخر حاجة هعملها مسحة سمنة بس، مش الخليط ده، ايه دي مسحة السمنة بتاعتي. في احلى من كده؟ طب في اسهل من كده؟ عايزه اقول لكم بقى هي كده جهزت معايا، هدخلها الفرن على درجه حراره 220، طبعا يكون سخن قبلها، مش هتاخد وقت معايا خالص، هتطلع تجنن. عندي بقى لحد ما تطلع الفطيره الحادقه هعمل فطير مسكر برده شرقي. ازاي؟ بصوا بقى على الطاسه، ماشي؟ ما انا مش هستنى لسه ادخل حاجه الفرن. عندي هنا بقى الجلاش بتاعي، هقطعه بقى ايه نصين كده، ماشي؟ واستغل، هتلاقوا فيه فرق كده اصلا في الجلاش، فانا بستغل من عنده علشان ما يبقاش معايا متقطع. هعمل ايه بقى؟ هاخد عندي هنا دول 4، ماشي؟ هعمل ايه؟ هاخد 2، بسلكهم بس من بعض اهو، باخد 2 احطهم عندي هنا كده واشتغل الاول في الاتنين. هحط هنا ايه بقى؟ فرشة زيت على سمنة، ادهن بيها كويس جدا الجلاش بتاعي. جايب عندي هنا الاتنين التانيين وبرضو ايه هدهنهم دهنة بسيطة. او عارفين بقى الخليط اللي انا دهنت بيه في الفطيرة الحادقة، هديله فرشة هنا بسيطة برضو في الفطيرة الحلوة كده، وهبدأ اقفلها. هقفلها كده ويأديها كمان فرشة، وهقفلها كمان كده واديها فرشة، وأقفلها كده كمان، وآخر حاجة عندي هنا. الطاسة عندي بقى هنا سخنت، أديها فرشة سمنة كده بالزيت بتاعنا اللي احنا بندهن بيه عندي هنا الجلاش، اروح حاطه عليه. سامعين؟ هلاقيها دلوقتي ايه بتاخد لون وبتعلى معايا. بصوا بقى هلاقيها عندي السمنه والزيت والخليط ده، بصوا بتعلى ازاي وانا مش حاطه لها اي حاجه. اروح بقى ايه قلبيها كده على الناحيه الثانيه، بصوا عماله تعلى ازاي اهي، اديها لون كمان حلو. الله قلبت معانا عيش اهو. شفت السهولة؟ عملت اهو فطير شرقي حادق بحشوة السجق، طبعا ادتني كمية حلوة جدا، وعملت كمان فطير شرقي. بصوا الطريان، بص الحلاوة، ده عايز ايه؟ هم يا جمال على طول، يجنن زي بتاع بره بالظبط.
طبعا انا اقدر اعمل الحادق باي حشوة او حتى من غير اي حشوة. كمان الحلو انا ممكن اضيف عليه اي حاجة، لازم تجربوها النهاردة وترجعوا تقولولي رأيكم فيها. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.